السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. انطلاق أولى جلسات طلاق بين دنيا باطمة وزوجها محمد ترك، إليكم التفاصيل. تنطلق اليوم أولى جلسات طلاق الفنانة المغربية دنيا باطمة من زوجها المنتج البحريني محمد الترك بعد زيجة دامت أزيد من 9 سنوات. واشتد الخلاف بين الزوجين منذ شهور قليلة وخرج للعلن بعد ظهور محمد الترك في مجموعة من مقاطع فيديوهات وبث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يعتذر ويطلب الصلح من زوجته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل بعد أن قررت دنيا باطمة وضع حد لعلاقتهما بالوصول إلى ردهات المحاكم. وتقدمت سليلة عائلة باطمة بشكاية لدى السلطات الأمنية ضد زوجها محمد الترك، تتهمه من خلالها بالإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء النية في تسبيقات حفلاتها بصفته مدير أعمالها، إضافة إلى تهمة التشهير والقذف والخيانة. واستدعت الشرطة القضائية مطلع الأسبوع الحالي المشتبه فيه من أجل التحقيق معه في التهم الجنحية المنسوبة له قبل أن تقرر الإفراج عنه، مع استمرار التحقيق والبحث معه في حالة صراح. والجدير بالذكر أن دنيا باطمة قررت التزام الصمت وعدم الحديث عن قصة انفصالها وحياتها الشخصية في الوقت الحالي، واكتفت بتقاسم تفاصيل حفلاتها وسهراتها الفنية مع الجمهور. فكيف ما كتشوفوا اخوتي، فهذه اللحظه اللي خرج فيها محمد الترك من المحكمه في اول جلسه طلاق لهم، فالله يدير لهم التويد ديال الخير. فمحمد الترك خارج من جلسه المحكمه وهو ما عاجبوش الحال نهائيا، لانه في الاصل ما باغيش يطلق دنيا باطمه، وجلسه الطلاق ديالهم تاجلات، فالله يدير لهم التويد ديال الخير. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.